كم هي كثيره ومتنوعه زخارف الدنيا وزينتها وكم هي جاذبه للانظار بجمال الوانها لكن المؤمن لا يغتر بها لانه يوقن بزوالها ومجيء اليوم الاخر فالايمان باليوم الاخر هو المحفز على فعل الصالحات والحاجز عن ارتكاب السيئات قال تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ومن احداث النهايه الزلزله العظمى التي تكون يوم القيامه بعد خروج الناس من قبورهم وقيل تحدث الزلزله في الدنيا قبل يوم القيامه مباشره وتقلع الجبال من اماكنها وتصبح رمله ثم تصير كالعهن المنفوش وتفتت كرهج الغبار ثم تطيره الرياح قال تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وتتشقق السماء وتصير ابوابا تتنزل منها الملائكه وتصبح ضعيفه واهيه وتحمر كالزيت المغلي ثم يطويها الله سبحانه قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قال ابن عباس كطي الصحيفه على الكتاب ويومئذ تبدل الارض غير الارض قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يتكفاها الجبار بيده كما يكفا احدكم خبزته في السفر نزلا لاهل الجنه وتكور الشمس ويذهب ضوءها قال تعالى اذا الشمس كورت قال ابن عباس يعني اظلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامه ويحاسب الناس على اعمالهم فالحساب اليسير ان ينظر الله في صحيفه المؤمن ويتجاوز عنه اما من يناقش الحساب فلا بد ان يعذب كما ورد في الحديث وتوزن الاعمال فاحرص على تثقيل كفه حسناتك بالاعمال الصالحه والاخلاق الحسنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن ثم يستقر اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين